دور الداعية يعني دور المبلغ ماشي الهداية انك ما كاينش في الدنيا شحال يفرد انا مفلاح افلاح هذه الزرع وهذه خرز ذايا ماشي ذا فلاح يدي السمغين في مزين نغير ذن خاطي ضربي يدي السمغين شيني الزرع جيت يا ربي مين في امر الدعوه ضربي يديه الدون بهاثم كل يوم دينا غي ساعتي مشوها بويقاذ يموثن ذين سلمان أورت زالان أورت صوزومان أورت عشيران غاس الحمليثن نفغاية سنين للهان ولكن الخاتمة سن أكا يروح نرسي يا ربي نسأل الله أن يهدينا أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل وش بي ربي ولاش وقت سو غاضن ولاش وقت سو غاضن أمين ورنبويا راه ينساعوين فروحاس فرصة الحياة فروحاس فرصة الحياة وريبويا راه ينساعوين مقران لذلك نكني ثورا أن فارس تاغنيت تذر ثنا ما شاء الله ما يبضيون قريبا ذي مث بشاهد سمحتي داين سي بون ذينا مثورا مادام العبد السجهديس الصحاس استزمرثيس ذاك يقلق كل يوم ذي ولا هوايض ودي سمحتي وايض يذكر ربنا دو ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ويناد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن يناد النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا بلغوا انشر دعوة ولكن الأسلوب مهم بمعنى نزمر نخدم الدعوة غيون أصلا سكرها الإسلام ياك أذي كرهك يزمر أما كان يزمر يون أصفك ضيم سليني الهان أثي دي هضو ربي وذي حمل الدين وهكذا.